بمناسبة الكلام عن أمريكا، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بداية نارية لحملته الانتخابية. ترامب اللي نويها وعنده إصرار غير عادي على إنه يعود مرة تانية للبيت الأبيض، بدأ مشواره في سباق الرئاسة الأمريكي بهجوم على الرئيس جو بايدن، وقال البلد بتضيع خلاص وهتتدمر بسبب سياسة بايدن. ترامب اختار انه يبدأ حملته الانتخابية من ولاية نيو هامشاير خلال اجتماع للحزب الجمهوري في مدينة سالم، وقال انه متحمس جدا للفوز في الانتخابات الجاية اللي بتعتبر ثالث مرة يدخل فيها انتخابات رئاسية. اول مرة طبعا ترامب دخل فيها وفاز سنة 2016، تاني مرة خسر قدام جو بايدن في 2020، والتالتة تابتة بقى في 2024. عشان كده ترامب اختار انه بدايه حملته الانتخابيه تكون في منتهى القوه. وجه اتهامات خطيره للاداره الديمقراطيه الحاليه لما قال احنا لازم ننهي حكم العصابات عشان نحافظ على كرامه ومقدرات الامريكيين، وقال كمان انه كلام جو بايدن بيفكروا بكذبه ابريل، وانه كل يوم في حكم بايدن كانه كل يوم من كذبه ابريل. اتكلم كمان عن ازمه الحدود مع المكسيك، وانتقد سياسه بايدن وقال لمصلحة مين حدود الولايات المتحدة تكون مفتوحة بالشكل ده قدام المخاطر والتهديدات. ترامب منسيش كمان يفكر الأمريكان بحالة الاقتصاد في عصره بالمقارنة بحالة الاقتصاد الأمريكاني دلوقتي، وقال إنه الاقتصاد الأمريكي كان هو الأسرع في النمو. في عهدي الاحتياطي المالي اتظبط، الانتاج اتحسن، على عكس اللي بيحصل دلوقتي وفقا لكلام ترامب. بالنسبة للسياسة الخارجية، ترامب قال إنه العالم بقى عايش في خطر كبير بسبب حكم جو بايدن، وانه امريكا على وشك الدخول في حرب نوويه، وانه لو تولى الحكم في امريكا هيعلن عن اتفاق سلام ما بين روسيا واوكرانيا في اقل من 24 ساعه. في الوقت نفسه ترامب حذر من اي تلاعب في الانتخابات الجايه زي ما حصل في انتخابات 2020 زي ما هو قال يعني، وده الراي اللي هو متمسك بيه لحد دلوقتي، لانه لسه لحد دلوقتي مصر على انه الانتخابات اللي خسرها في 2020 كانت انتخابات مزوره. فيا ترى يا هل ترى ترامب جاهز فعلا للفوز في الانتخابات والرجوع للبيت الابيض؟ في كتير من المحللين شايفين انه ترامب عشان يقدر يحقق هدفه لازم الاول يقدر يواجه بعض التحديات الصعبه، سواء جوه الحزب الجمهوري او محاولات الحزب الديمقراطي لمنعه اصلا من الترشح للانتخابات. طبعا المعركه الانتخابيه لسه في اولها، ولسه المشوار طويل قوي للبيت الابيض سنه 2024، لكن ما ننساش كمان انه ترامب عنده اسلحه مهمه استرد بعضها الفترة اللي فاتت، لأنه أخيرا شركة ميتا رفعت الحظر على ترامب في الفيسبوك وإنستجرام، ودي نفس الخطوة اللي عملها من فترة موقع تويتر قبل كده. لكن موقع فيسبوك بالتحديد كان بيعتبر من أهم العوامل اللي ساعد ترامب على أنه يصل للبيت الأبيض في 2016، وده حسب دراسة أمريكية أخيرة أكدت أنه ترامب استفاد بشكل كبير جدا من منشوراته على الفيسبوك، واللي قدرت تجذب ناس كتير من مؤيدينه. ومع ذلك ترامب رفض السلاح ده ورد على خطوة شركة ميتا زي ما رد على موقع تويتر، ورفض انه يرجع تاني ينشر على الفيسبوك او الانستجرام، وقال الفيسبوك هما اللي خسروا مليارات الدولارات بعد ما حذروا رئيسهم المفضل اللي هو انا يعني اللي هو ترامب. فبيقول يعني ان انتوا جايين دلوقتي بقى تقولوا انكم خلاص رفعتوا الحظر عن حساباتي، والله متشكرين منكم جدا، لكن تروث سوشيال هي اللي قايمه بالواجب وزياده. طبعا تروث سوشيال هي المنصه اللي ترامب اسسها لنفسه عشان محدش يقدر يعمل عليه اي حظر بعد كده. ممكن موقف ترامب ده يبان للوهله الاولى انه عزه نفس، او يعني انه عزه نفسه كده واخداه ومقموص شويتين من تويتر وفيسبوك وانستجرام، لكن الحقيقه هو كمان مدرك ان كل وقت وله اذان، وكل مرحله جديده وليها المنصه اللي تقدر تتكلم عنها ويقدر يتكلم هو من خلالها ويوصل رسائله من خلالها لملايين الامريكيين بشكل جديد ومختلف.